تحبنا احنا هندسه. اذا مشاهدينا الكرام نصلنا احنا وياكم لنهايه الفقره اليوم في يوم 32 حياتك تم تحطيم رقم القياسي الذي كان 93%، والان الشباب عبد العزيز الشهراني صالح الفرحان فيصل بن قربه حطموا الرقم القياسي وهو 95% اعلى نسبه، ولكن ايقن يقين كامل بان الشباب راح يحصلون فوق 95 والتحدي ما زال جاري، ونشوفكم غدا بحول الله الساعه 1 مساء بتوقيت الرياض، نراكم على خير. جاري ليه ما حد ركب؟ Take, 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 take.